تنضم إلينا سالي أسطواني مديرة مكتبة العرب الألمانية من إيسن ألمانيا. صباح الخير. يسعد صباحك. استاذة بنسأل راشد، يعني ظريف القصة أنه يعني شريكين بالبيت وبالمكتبة. شفتوا أنا سكت. هلا هو فعليا الموضوع يعني صعب شوي، لكن نحن عم يشكل لنا مثل تحدي يعني، وعم يعطينا هيك نكهة جديدة بحياتنا الزوجية. حلو. كل التوفيق لكم. سالي، موضوع إنشاء المكتبة بدأ بالصدفة من خلال حبكم للقراءة وبيع بعض الكتب الشخصية. هلأ بسوريا كان عندكم هي الخبرة بالعناوين، عناوين كتب بتصنيفاتها وما إلى ذلك؟ هلأ فعليا لا، لأنه نحن كنا يعني مجرد قراء عاديين، يعني كانت هوايتنا القراءة، لكن صراحة المشروع كان من حاجتنا للكتب العربية، إن كان نحن بشكل فردي أو إن كان عدد كبير من القراء الثاني. وبالتالي حاجة يمكن المجتمع بالغربة، المجتمع العربي للكتب العربية، فيمكن يعني أعطتكم فرصة أنه تلاقوا مشروع بعد ما بعتوا 12 كتاب اللي جبتيهم معك يعني على ألمانيا، وحسيتي أنه فعلا في طلب على موضوع الكتب، لكن أكيد في صعوبات مريتوا فيها حتى وصلت المكتبة لشكلها الحالي، نحكي عن هاي الصعوبات شوي. هلا بصراحة كان في كثير صعوبات، الصعوبات اللي مرينا فيها بصراحة كانت من ناحية اللغة، اللغة الثانية اللغة الألمانية، نحن ما عنا لغتنا كانت كثير يعني كنا مبتدئين، فكانت البداية بدك تسألي تستفسري عن كيف الواحد بيفتح مشروع، كيف بيبدأ، كيف بده يعني ينطلق. فكانت هي بصراحة أكبر الصعوبات يعني، بالإضافة لل يعني للانتشار اللي الحمد لله الله وفقنا فيه، انتشرنا بشكل سريع، لكن بالبداية كنا متخوفين من هذا الموضوع إنه كيف الناس بتعرفنا. فيعني بتوقع هي أكثر شيء يعني واجهناه من صعوبات. أسهل طريق حاليا هو السوشيال ميديا يمكن لحتى الواحد ينتشر أكثر. تماما أكيد. 100%. خلينا نحكي شوي عن المكتبة أيضا، قد ايه عمرها اليوم؟ كم كتاب تحوي؟ وشو أكثر العناوين اللي بتنطلب منكم؟ هلا المكتبة نحن بدينا فيها بال 2017 تقريبا، تقريبا فيها ما فيني أعد لك بالضبط كم كتاب، لكن ما يقارب ال 5000 عنوان. حلو. تماما. فهلا عمرها مثل ما قلت لك بلشت بال 2017 وبتضم تقريبا 5000 عنوان، العدد بالضبط ما فيني يعني شيء 6 سنين عمرها يعني. أكثر العناوين اللي بتنطلب منكم سالي؟ هلا بالوقت الحالي العناوين اللي عم تنطلب هي عن القضية الفلسطينية، العالم بتكون دائما بتشوف شو عم يصير بالكوكب وبتحاول تتثقف بهذا المنحى، فالكتب اللي بتخص القضية الفلسطينية عم تنطلب بشكل كتير كبير بالوقت الحالي، يعني حقائق عن فلسطين، حقائق عن الإسرائيليين، عن اليهود. فهي تماما هي الكتب بالوقت الحالي هي الأكثر طلبا يعني. طيب شلون لقيتي الإقبال على المكتبة وأهمية مراعاة يعني التنوع بالكتب المعروضة بالمكتبة حتى تقدرون تستقطبون كل يعني الفئات، وكل يعني يريد كل حدا يريد كتاب يقدر يلاقي عندكم، مع انه احنا بغربة فيمكن موضوع الكتب العربية، واكيد الكتب الورقية لها يعني خصوصية حلوة يعني كلنا نحب نقرا بها اكثر من موضوع الكتاب الالكتروني. صحيح 100%. هلا نحن كثير بنراعي طلبات القراء لانه بيساعدونا باختيار العناوين اللي بدنا نستوردها، فلما القراء بيعطونا مثلا اكثر من قارئ نفس العنوان فنحن بنحطه على اولويات القائمه اللي راح تنطلب يعني نستوردها. فطبعا عم نراعي اذواق الجميع، في ناس بتحب تقرا بالتاريخ، في ناس تقرا روايات، في ناس تقرا ديني، فنحن عم نحاول نستقطب كل الفئات يعني وكل الخيارات الموجوده. حلو. هل مخصصين مكان للقراءه بالمكتبه؟ يعني عاملين هيك اجواء انه خرج قراءه او حتى مثلا استعاره الكتب هل متاحه؟ لانه اكيد يمكن الاسعار غاليه باوروبا. هلا بالوقت الحالي للاسف لا، لكن نحن عم نحاول ندرس الاسعار بشكل كثير كثير يعني لحتى تكون بمتناول يد الجميع. فحاليا للاسف ما في مكان قراءه، ما في استعاره، نحن حاولنا نعمل نظام استعاره اول ما بلشت المكتبه، لكن الموضوع كان صعب شوي بالتزام القراء يعني وما الى ذلك، لكن نحن دائما ببالنا فكره توفير الكتاب العربي للجميع يعني.
طيب سالي، يعني ذكرتي بالماده انه يعني احيانا حتى بالبيت بتاخذوا معكم الشغل، يعني يمكن كلياتنا بنحب انه نروح بساعات دوام خلص محدده، بس بصمنا رحنا على البيت بقى خلص نفصل نروح على الحياه العائليه. قد ايه اليوم يعني موضوع العمل بالبيت وخارج البيت ومع نفس الشريك يعني ممكن يعطي الاختلاف بعض الامور، ومين بالاخير بيغلب، انت ولا هو، مين صاحب القرار اكثر؟ هلا بصراحة ما في صاحب قرار، هي يعني مشترك. هو مجرد وجود شيء مشترك بيناتنا، فبيكون القرار دائما مشترك. يعني نحن عم نتحاور أغلب الأيام وأغلب الأحيان عم نتحاور بموضوع محدد معين، وبناخذ القرار بناء على وجهة نظري ووجهة نظره، فالديمقراطية موجودة بالمنزل الحمد لله. حلو حلو. ختاما خلينا نحكي شوي عن المعارض اللي شاركتوا فيها، الشخصيات اللي استضفتوها واللي شفنا بعض منهم بالتقرير. هلا نحن تقريبا بكل اسبوع، بكل نهايه اسبوع سبت واحد بيكون في عندنا معرض بمدينه اوروبيه، ممكن مدينتين حسب يعني الوضع. نحن بنشارك بالكتب اللي موجوده عندنا بالمكتبه، وهذا الشيء كثير عم يفتح لنا مجال لحتى يتعرفوا علينا اكثر، لحتى ننتشر اكثر، والكتاب العربي لحتى يكون متواجد يعني بكل مع كل القراء. بخصوص الشخصيات، نحن عم نحاول دائما نستقطب الشخصيات المحببه للقراء اللي موجودين، دائما بنعمل استفتاءات، يعني مثلا استضفنا الاستاذ بشير نجار، استضفنا الاستاذ برهان غليون، الاستاذ محمد برو، يعني عم نحاول دائما نبحث عن اهتمامات القراء، هن مين بيحبوا، مين بمين بيهتموا والى ما ذلك. يعني عندك اولاد سالي؟ ايه عندي ولدين ريتا ونوح. الله يخليهم يا رب، نتمنى لكم كل التوفيق. سالي اسطواني مديره مكتب العرب الالمانيه، كنت معنا من المانيا. شكرا لك، نهارك سعيد. يا ميت اهلين، ونهاركم اسعد ان شاء الله.